Hi. Kifkum, inshallah bkhair. I'm so excited to have Miriam Abadi on my live. قاعد اشرب الكاميل حقي هي جلستي اليوم معاها. Hi Leila. Tu m'as manqué beaucoup. I miss you. هاي فرح وحشتيني. We need to go to have a pizza together. We have an appointment. لسه صار لنا سنة بنقولها نروح ناكل بيتزا مع بعض ما رحنا. Here she is. الأشخاص اللي قابلتهم على السوشيال ميديا. خلينا نعمل هاي. هاي هلو هلو. إيش الحلاوة هاي؟ I'm good. How are you? Very good. شو الأخبار؟ والله I'm good. إيش الحلاوة هذه كالعادة يعني. حياتي أنت 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 اللي بتجننة. أنت اللي أنا حاطة فلتر ما شاء الله. أنت شكلك طبيعي. لا the light is good. هي the secret behind everything is good lighting. صح؟ أنا يبغالي أتعلم منك صراحة. شوفي with all these lives لسه عندي نور هذا الأبيض اللي لسه ما يتغير وما هو محسن ال surrounding عندي. خلي اللايت يكون أدفى يعني أنا اللايت القوي الأزرق هيك بخليك تبيني مرات هيك بتسك بس صح. بس هيك يصير وارم بصير أحسن. أيوة أول شيء نورتي اللايت حقي أنا وأنت صرنا فترة قاعدين نتكلم. منورة كلك عن جد يعني قد إيش صرنا عم نحكي بدنا نعمل هيدا الشيء. صار لنا فترة وتفي مع الأوضاع الحالية يعني you never know it's been chaotic دحين إحنا مثلا في الكويت دخلنا حجر السعودية كانت في technically a mid lockdown last week فيعني now it's getting يعني أنتوا عايشين في دبي. يعني عن جد شو بدي أخبرك it's a blessing الحمد لله عن جد الحمد لله بس صراحة هالسنة ما كانت سهلة على حدا. I know صراحة ما كانت سنة سهلة يعني أحس إنه فعلا علمتنا أشياء كثيرة على نفسنا صح وفي نفس الوقت يعني فتح في ناس كثير خسروا شغلهم مروا في ظروف جدا صعبة مزمين. يمكن الواجهة تبان حلوة وكويسة بس في كثير مشاكل في صح. العالم هذه السنة صح صح يعني شوفي حسيت إنه كل تفكيرنا تغير كل أمورنا تغيرت كل اهتمامنا تغيرت يعني صار في أهمية للأشياء ما كان عندي أهمية أنا عندي هالقد مثل قبل يعني مثلا صحتي اهتم بصحتي اهتم بمناعتي أنا قبل كنت أوكي يعني باخذ فيتامين سي الصبح خلص هيدي هي عرفتي هلا أيوة. لا انتبه صرت أعمل البلد تيست وشوف ورحت على محل تعامل ديتوكس جمعة الماضية قلتي لي إيوه اسمه لايف اللي في تركيا صح صح لايف كو بس يعني اول ما دعست المحل وبلشت احكي شوي ما بتصدقي قديش في عالم كانت مهتمه قبل كنت اقول يمكن انه ما هالمواضيع هيدي ما كثير لها اهميه عند العالم بس صراحه اول شيء بتحسي انه كل العالم بدها تعمل كل شيء تكون مناعتها قويه انه بتعرفي الكورونا ما بعرف كيف تضرب يعني وإذا كانت مناعتك عالية يعني كل ما كانت عالية كل ما أحسن وكل ما قويتي أنت حالك من جوا كل ما تكوني قوية على هذا المرض يعني أنا شوفي أنا زمان كنت أسوي زي ما رحتي في لايف كنت أروح بوخينجر وكانت مرة يعني كانت مرة في السنة تعملي كده ريبوت للسيستم حقي فمرة I'm sure it's a good يعني فكرة جدا حلوة إنك رحتي وانا صح. احس لازم تسويها سنويا صراحه اروح معك السنه الجايه صراحه يلا بنروح سوا مرت الجايه ان شاء الله خلينا اليوم نتكلم اول شيء خليني انا اليوم استضفتك لانه انا من يعني كلنا نتفرج على السوشيال ميديا واحيانا في ناس يتفرجوا على ناس كثير بس انت من الصفحات اللي انا كان عندي اهتمام فيها طريقه حكيك طريقه اسلوبك المواضيع اللي تتكلمي عنها تشون بيوند يعني فيكي شيء جذبني لان المواضيع حقتك انا بالنسبه لي تلهمني وعندي اهتمام فيها لانه فيها دبث فيها عمق وانا هذا كثير احسه ناقص في هذا العالم حق السوشيال ميديا احس ما في عمق في كثير سطحيه فعشان كذا انا مره حابه انه اليوم نتكلم عن ميريام وينا شويه عنك انا اعرف انك انت هاف لبنانيز هاف جيرمان
تتكلم صح. 4 لغات، قولينا شوية عنك أكثر. أول شيء اللي قلتي عني هو بدي أقول ذات الشيء عنك، يعني اسم الله عليك. دايما في مواضيع كتير هيك بتستضيف الناس كتير، يعني بتسمع عن جد interesting. بقى اللي قلتي عني ذات الشيء بدي أقوله عنك، ما في تصدقي عندك أبدا. لا بس والله أنا بقولها بذمة، وأنا اللي عاجبني يمكن في صفحتي وصفحتك فيها شيء in common، انه كثير في قرابه بين صفحتي وصفحتك، انه انا وانتي مو كل يوم ندي نصايح، لانه احنا شخصيتنا احنا نستضيف اشخاص يتكلموا عن معلومات مفيده، فاحنا وير جيت واي، احنا خط صله، عرفتي 100%. يعني انا مثلا في ناس كيف بتسالني مثلا يعني قصص ما بعرف جاوبها، بقى بجيب ناس اللي هن مختصين بهذا الفيت، اللي هن فيني يساعدوا فيني يفيدوا العالم اكثر مما انا اقول شيء انا ماني مقدمه منه. سو هيدا الشيء كثير مزبوط بالضبط. فخلينا عنك، خلينا نبدا عن ميريام، حكينا انا بدنا نسمع. انا اليوم جايبه الشاي حقي عشان نتكلم. اوكي سو انا خلقت بالمانيا، مامتي المانيه وبي لبناني. خلقت بالمانيا وبقيت هونيك لحد ما صرت عمري 15 سنه. بقى بيي ما كان كتير مرتاح للفكرة. وين بألمانيا ميريام؟ بهانوفر. بهانوفر بقى بيي ما كان كتير مرتاح للفكرة انه انا ضلني بألمانيا. بقى جابنا على بيروت، وخلصت دراستي بالجامعة الأمريكية، عملت فاينانس، بلشت شغلي شغل دغري. والله ايه. بقى عملت دغري اشتغلت، لانه انا كان دائما هدفي انه اكون اندبندنت، ما كنت حابه اعتمد على حدا. دغري بلشت شغل وسافرت كثير، رحت على كثير بلاد، تعلمت، وكثير كنت حابه الماركتينج. هي كانت صراحه القوه اللي كان عندي اياها، وحسيت حالي انه بالفاينانس كنت اوكي، بلشت فاينانس بس انه ما حسيت حالي قوية، ما كان عندي تالنت فيها. بعملت الماركتينج وكتير مشي حالي الحمد لله، بس حسيت بعد شوي إنه صار عندي ولدين وجوزت وهيك، حسيت إنه هيدا الشغل 13 ساعة بالنهار والسفر والتعب، والحمد لله يعني بتاخد الراتب اللي بجنن وعندك اكسبوجر بتجنن، بس إنه بعدين حسيت انه لا، لازم وقف ولازم اعمل شيء اللي انا كثير بحبه. بلشت بالفاشن اول شيء، وبنزلت الوقت بلشت بصفحتي انا وبلشت بالفاشن، رحت على الفاشن ويك وعملت كونتريبيوتنج اديتور مع هبس بازار اريبيا، وكانت تجربه كثير. ويو وان كمان بس دريست، انت بس دريست. مزبوط مزبوط، هيك بلشت اكشلي صفحتي، هيك بلشت صفحتي انا. قبل كنت فيري برايفت وما كنت حب احكي كثير، كنت بستحي قدام الكاميرا. بقى لما هبرس بازار نقوني تكون بس دريست، حسيت انه قالوا لي اصحابي لا مريم انت بتحب الفاشن، بقى كفي فيه، اعملي شيء صفحتك، ضلي بتشتغلي بس انه كملي في المجال هذا، كملي. بقى هيك بلشت، عملت الفاشن ويكس وعملت الصور، وعرفت بدك تحطي صور كتير حلوة على الانستغرام وهيك. أيه. بس صراحة يعني كل ما اروح على فاشن ويك، اروح على الشوز واخد صور، اروح على الشوز واخد صور وحطها على الانستغرام، حسيت انه انا شو عم فيت غيري، انا شو عم فيت، اول شيء شو عم فيت حالي، انا شو حسيت، انا شو بحس. حسيت بعد انه حلوين الشوز، بس بعدين حسيت انه ما عادة تكرار. ايه I felt empty، عرفتي؟ So ضليتني كافي، لانه حسيت انه خلص هذا هو الترند المضبوط. بس ما لقيت حالي فيه، يعني بحب الفاشن بس الفاشن هو شيء بيساعدني انا انه كيف ما بحس حالي بحب البس، بس ما بفكر انه بكره شو بدي البس، لا، في حسب مودي بلبس، مش انه عرفتي، مش انه المود هي دونت فولو ترند، انت ما تتبعي موضه معينه، تتبعي شيء ناس. ايوه بقى لما بلشت البانديميك، بلشت كورونا، وقفت شغلي بذات الوقت، وحسيت انه انا كل عمري بحكي، كل ما احكي عن كريم، كل ما احكي عن شيء، العالم كيف بتسالني، انا يعني بشرتي هي ما شاء الله. ايوه الاساسي، انا يعني كثير بحب،
وانت عندك مصداقية، فعشان كده تبي سبحان الله لما واحد يسألك بيعرف عن تجربة، وانت مثلا مراية للبرودكت اظن. بقى ايه، لا لانه ما كنت لاقي حدا على الانستغرام انفلونسر يحكي عن هالمواضيع بصدق يعني. اوكي كنت شوف كان شيء نقطة في ده الموضوع، انا وانت اظن شوية جيلنا اكبر من تيك توك. في تيك توك في انفلونسرز رهاب في سكين كير، بس انا احس جيلنا احنا وفي الخليج يمكن الفيري يونج بيبل ار تيك توك، في فيري نايس سكين كير فيديوز صح وعلى تيك توك، بس انا مالي خلق تيك توك اكون صريحه معك يعني، مستحيل صراحه يعني. اللي عم تقولي كثير مزبوط، في براندز مثل سيرافي مثلا ايوه بيقولوا لك بيعملوا عندهم دراسات انه نجحوا من وراء التيك توك، لانه الجيل اللي اصغر اللي هن ما فيهم يشتروا شيء ب 30 دولار ب 50 دولار، شيء بيكون يعني بيكون افوردبل. وفي كذا حدا على تيك توك كثير قوية بالسكين كير، هن اللي نجحوا البراندز مظبوط. بالضبط هذا اسمه، نسيت اسمه، هذا اللي هواي. ايه صح. بقى هيك بقى قلت ليش انت ميريا ما تبلشي يعني بيج اللي هو بيحكي عن المصداقية، عشان هيك سميت الصفحة ترو اللي هي صدق، ترانسبيرنسي، شفافية. بقى بعدين بس قلت شو في أهم، لأن أنا بحب أحكي عن القصص مش بس سطحي، أوكي بشرتك حلوة أوكي، بس شو في أهم من البشرة؟ وبس تحكي مع حيلا حكيم درماتولوجيست شو بيقلك جلدي، بيقلك إنه هي بتبلش من الجت، من شو بتاكل، صح، من الجت بتحسي من جوا كيف إذا كنت مرتاحة ستريس، يعني هيدا اللي بتشوفيه من برا ببلش من جوا. وحسيت أول ما بلشت هالفترة الصعبة عن جد مرقت بفترة كتير صعبة علي، يعني حسيت العالم انتهى أول شيء، يعني كنت كتير هيدا. بقى قلت بدي أحكي عن شيء مش بس بشرة، بدي أحكي أكثر، بدي أحكي عن ويلنس، عن ما mental health بالضبط، بدي أحكي مع psychologist، بدي أحكي مع ناس يساعدوا غيرهم مثل ما انت عم تقولي 100%. ما بدي بس كون صفحة وبين عليها حلوة، لا بدي حط صور بلا فلتر، بدي يكون اكيد كلنا بعد بنحط صور مع فلترز وكلنا مرات بنكون تعبانين وهذا شيء كتير طبيعي، بس بدي ابعد عن هالصورة المثالية اللي هلأ هي بعدها موجودة، خفت كتير عن قبل، اللي بعدها موجودة على السوشيال ميديا خصوصا لغيرنا اللي اصغر منا. بعدين ما في شيء سهل، يعني اذا انا حتى او انا وانت يعني اذا لو ما تعبنا وعملنا كنا وصلنا لهون، لا ما في شيء بلا تعب، عرفتي؟ شوفي انت من الاقليه اللي عندك بزنس باك جراوند، يعني كثير ناس بداوا بدا المجال بداوا عكس، دخلوا سوشيال ميديا في سن صغيره من دون اي خبره عمليه، نو ورك اكسبيرينس، وفجاه دخلت وصغيره وصارت انفلونسر، لا قدر الله بعد يوم من الايام انتهى صيتها ما عندها شيء to fall back on. عشان كده انا دائما اقول البنت، اي شخص مثلا زيك اشتغلتي في تسويق اكثر من كم 10 سنين بعدين you fall back، تعرفي كيف تتصرفي انك تعملي براند لنفسك، وهذا شيء جدا مهم. وانت دحين you did that with true and beyond. مزبوط اللي عم تقولي. بقى هيدي نقطة كتير مهمة. بقى انا اذا عندي مثلا، انا عندي ابني جاد الكبير كثير بحب السوشيال ميديا، بحب الكاميرا، انا احبه من السوشيال ميديا، انا احب ولدك هذا من السوشيال ميديا. ترى هذا لازم يكون عنده اكاونت عام، انا بقول لك من دحين نصيحه، لانه فعلا هي از ما شاء الله الله اكبر، بحب التمثيل. بقى بقول له اوكي اعمل البيج تبعك، بس ما تفكر انه في شيء سهل، بدك تعمل كونتنت، بدك تشتغل، بدك تدرس شو بدك تقول، بدك عرفتي. بقى كمان للولاد ذات الشيء بدك تعلمينه، ما في شيء بلا تعب، ما في شيء بلا تعب، عرفتي كيف؟ سو هيك بلشت، وحسيت في كتير طلب على هذا الشيء، في كتير طلب على القصص المضبوطة. يعني مرة استضفت أماني، ما بعرف إذا بتعرفيها، اللي هي الفيرست كيرفي موديل بالميدل إيست، اللي هي كتير ما يعني she's changing stereotypes، هي مانا ناصحة، بس لأنه نحن معودين على ناس يكونوا سوبر ضعاف انه هيدا هو هيدي جنريشن كيت موس، مش مزبوط. في ديفرنت شيبس ديفرنت سايزز، انه كلنا يعني اذا انا مرتاحه مع حالي انا مبسوطه، بس اذا انا ماني مرتاحه مع حالي وبدلي طلع بغيري شو عم بيعملوا
ما حابه حياتي تكون مبسوطه. صح. شوفي انا يعني انا ما loving your body is شيء جدا سهل ينقال، بس مره صعب انك انت تطبقيه. يعني احنا كمان احنا الستيغما اوف اي ثينك الجينريشن كمان حق الثمانينات اتربى انه ذا ايت مودلز اللي هم ليندا ايفانجليستا وسيندي كوفرت هذا كان مقياس الجمال وكان بيوتيفول وومن. وبعد كده لما دخلنا التسعينات بداوا يصيروا المودلز جدا نحاف، بدات الجينريشن حق كيت موس. وخلينا نكون واقعين يعني الخليج المرأة العربية ما لها ناتشرلي ما عندنا مزبوط. هذا البادي تايم مزبوط جدا صعب. وبعدين كل مدينة سبحان الله شوفي مثلا جدة والرياض والكويت كل بلد عندها مقياس جمال مختلف. يعني الكويت مزبوط. يحبوا البنت المليانة أكثر versus جدة يحبوا الضعف الزايد. يعني عندك يعني كل it's funny وإحنا كلنا من مجتمع واحد أو مثلا تقدر دول واحدة بس في اختلاف في مقياس الجمال. بس مزبوط. للأسف لسه till today we still have this thin is beautiful لسه مزبوط. عندنا مهما كان موجودة. طبعا ما أقول لك كمان obese is beautiful زي ما سوت ريانا وحطت very big woman on the هذا بالنسبة لي هذا مو صحي أصلا. صح. فيعني خلينا نكون شيء وسط خير الأمور الوسط يعني 100% يعني أنا ضد إنه كمان نروج التخن يعني عرفتي. صح صح. بس نحنا كمان كمجتمع نحنا يعني منو مجتمع سهل ابدا. يعني انا بتذكر كان عندي معلمه بالايوبي عن جد كنت علمني ماركتينج، انا كنت اعمل فاينانس بس اخذت هذا الكورس هيك بالغلط، تقول لي انت لازم تعملي ماركتينج انت شاطره بالماركتينج. فقال انه اذا بتعملي شيء بدون ما تتعبي كثير وبتحسي حالك بتحبيه انه كثير انه حسيت حالي انه طلعت للكورس عادي كان كثير سهل. بقى كنت تقول لي نحن اللبنانيه كنت تقول لي بس حدا يشوفني يقول لي يا بيقول لي يي ليلى ضعفانه شو كيف يي ليلى بدون ما يقول لي كيفك عرفتي. بدنا احنا كمان كمجتمع عندنا نفس الشيء بقى كمان يعني انا لما كنت صغيره لما جيت من المانيا بالمانيا ما يعني كل شيء ناتشرال كان عادي ما حدا بيقول لك ما حدا بيحكي عن مظهرك الخارجي. لما جيت على لبنان وصحت شوي صاروا كل امي كما كنت قلي شيء امي ما علمتني على الفاشن علمتني على الاكل الصحي وهي كان يقولي يي شو بكي نصحانه صار عندك وراك انا عرفتي هالقصص بياثروا فيكي كل عمرك. انا مثلا انا امي كانت انا امي ترى طول عمرها عايشه في بيروت باي ذا واي دارسه امي عايشه انا امي تخرجت من بيروت على السعوديه هي السعوديه بس درست all her life في لبنان أوكي. كانت في مدرسه رهبات بالسكخكار و... اوكي فامي أوكي. متعوده على امي نحيفه طول عمرها وانا كنت مثلا طول عمري تشبي بصراحه أي. كنت تشبي كد وكان طبعا الزن انه لازم تنحفي لازم تنحفي والعبي تنس واعملي رياضه فطول عمري أي. عندي هوس الوزن اني اتخن وانحف واتخن ولين ده الوقت ده عندي هذا الشيء. فدحين انا دائما اقول لها لما تعلق تعليق على مثلا اني اوف ذا يونج كازنز لان هم جيلهم ما كان عندهم اويرنس في كيف تتكلمي اولادك انه قولي يو لوك بيوتيفول ما كان في عندهم ذي الكلمات. هي قصدها كويس المقصد كان حلو بس هي ما كانت عارفه انه هي يعني سوت شيء يقدر ياثر للابد. فدائما يقولوا لك دحين يو شود اولويز تيل يور كيدز love yourself love your body I'll help you work on it يعني حتى الكلمات يعني لما كل الاطفال يمروا في سن chubbiness let's go on a bike ride عشان تحمسيه يعمل رياضه. يعني انا صاحبتي ذاك اليوم her son is almost your son's age فتخنان يمكن 10 كيلو مع كورونا فما تبى تقول له اضعف 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 تقول له يلا نروح نعمل بوكسينج يلا نروح نعمل بايسيكل يعني تحاول تخليه يتحرك 100%. انا these things are جدا مهمه في تربيه الاطفال انه كيف نقول الشيء عشان يعني you know, انت عندك ولدين طبعا بتاثر فيكي كل حياتك يعني مش انه هالفتره بتضعفي وخلص انا اثر في كل حياتي يعني نفس الشيء ايه انا احس عندي عقده الوزن من امي لين دحين اقول لها كله منك كله منك اقول لها طول عمري يعني ريلي يعني فيرسز عماتي كانوا ما شاء الله اذا انا وزني بليون وزني كويس طول عمرهم شايفين ما يقولوا لي كلمه اني انا تخنا ما شاء الله الله اكبر تغذي كلي لسه يعني كان عندهم بوزيتيف ووردز ف ماي ريليشن شيب معاهم كانت انه مور ريلاكسد فيرسز ماي مادر وانا واز يونغ عرفتي. صح 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 صح. هتذبحني لو بقول لك ده الشيء دحين وتتفرج هقول لها هذا واقع لا لا هذا المضبوط هذا يعني نحن هيك عايشين بهيك مجتمع بقى ما فينا نفتكر نحن لازم نتعلم. هو اكيد نحن عم نعمل
عم نغلط كمان هلا باخبار، بس مهم نتعلم من اللي قبل ونحسن. عرفتي بقى، هيدي هي يعني عن جد اللي بحسه، انه نحن اليوم عنا مسؤولية انه نحكي بشفافية اكثر، المواضيع اللي ما كانت كتير تتداول على السوشيال ميديا بنحكي فيها. المصداقية، يعني مثلا سكين كير لازم يكون غالي، لازم يكون حقه 250 باوند لمير لحتى يمشي على لا طبعا، مش مظبوط. في قصص بربع سعرهم وبكونوا احسن بعد منهم. بالضبط. بقى في كتير بده يكون في education، لانه نحن بعد بنفكر اذا كانت الشغله كتير غاليه يعني بتكون احسن. نكافحة يا بالعكس، ما له دخل اصلا. حتى with brands، يعني اغلب البراندز يصنعوا في مناطق يعني بالضبط الصين، وهذا كله ما له دخل، هو بس الاسم اللي كون لنفسه اسم. زي 100%. الكريمات، يعني ذاك اليوم كنت بشوف في الصيدليه، انا مثلا ستافيل من احسن البرودكتس اللي احسها كفيس واش، بالضبط هو رخيص and affordable، وكلنا استخدمناه الى يومنا ده. it's a very good face wash، ورخيص. مو ضروري كل البرودكتس عندك تكون غاليه. انت 100%. بتقابلي كمان كثير ناس في السكين كير. قابلتي اخر واحده ايش اسمها، كانت ساندي رايلي. ايه How was your ايه ايه live مع your meeting with her؟ اوف. يعني هيدي كانت من اهم المقابلات اللي عملتهم، لانه كان وقتها بعد كان فيني اعملها فيس تو فيس. ايه بعملتها وقتها از كولابوريشن مع سيفورا، لانه هي اكسكلوسيفلي معهم. و اول شيء لما قابلتها مره كتير قويه، عارفه حالها شو بدها. بقى اول شيء كنت شوي نيرفس على الموضوع، بعدين بلشنا نحكي، وهي هي اللي عامله البراند، يعني مش انه ضيف على لاب هي تصنع لها اغراضها، لا هي عندها لاب، عندها بالفاكتوري تبعها، وهي واقفه مع الساينتست بتعمل البرودكتس، سو عارفه كل شيء بتفاصيله. فظيعه. وبعدين حكينا كثير عن البرودكتس اللي هن هير بيست سيلرز، مثلا اللاكتيك اسيد اللي عندها اياه، عن جد اتس لايك ا فيشل بي بوتل، لاكتيك يعني اسيد كويس قلتي لي، اكيد رح نهتم. بجنن. بدك فرجيك عليه يا اخوي هون، لحظه خليكي. هوريني عندي هيك لايك سمول بليس وير اي بوت كل ماي فيفرت برودكتس، اللي هو هيدا اسمه جود جينز، اتس اميزنج، جود هبعت لك جينز. اياه بعدين. يعني اول شيء منه كثير قاسي على الوجه اذا انت منك معوده تعمل اكسفوليشن، بس تغرب تفيقي تاني نهار مع جلو توب، حلو. اتس اميزنج، ولكل سكين تايب فيك تستعمليه. بقى قالت لي انه هيدا اتس هير بيست سيلر، وحكتني انه هي هير سكين كير روتين اللي هو يعني بتبلش الساعه 6 بتحط كريمات وبتخلص الساعه 10، فظيعه. كل في ليل. الليل في 6 الصبح. اوف واو. ايه شوفي هير سكين، شوفي هيدا. بعدين حكينا كتير عن مواضيع قديش هلا في ناس على السوشيال ميديا عم بتأثروا بهالستيريوتايبس اللي موجودين، وهي قالت لي انه هي كمان قد ما فيها بدها تبعد عن هذا الشيء، لانه الاولاد اللي هن تين ايجرز كثير عم يتأثروا. بقى كان يعني ات واز ديب توك كمان، مش بس عن هير عن سكين كارير شو وبيوتي عملت وكذا. وهيك، بالعكس بحس كل حدا اللي عنده هيك مسج اللي بده يوصلها مثلها هي، حيصير كثير كثير فيري سكسسفول، لانه مش بس يلا نزلنا برودكت وخلص، لا على كل ستيب هي مع التسويق، مع شوفي انجريدينتس، مع المسج، مع كل شيء. بقى ات واز كان كتير لازم تقابليه على فكره. I want to. خلاص with you we'll do it إن شاء الله. شيء ثاني خلص كنت خلص. بقول لك، أنا وأنتي we meet a lot of doctors. فأنتي دحين مثلا قابلتي آخر واحد في جيسون، اسمه جيسون ولا غلطانة اسمه؟ جيسون ايمر أيوه اخر واحد قابلته هو دكتور سايمون. أيوه How was your أنا I did Simon too. كيف كان؟ How did you enjoy؟ أنا I like the part بجنن. حق الدكاترة. أنا شخصيا بعمل interviews مع دكاترة، لأنه أحس دايما في دايما اسئله. كل مثلا في السعوديه وفي الكويت وفي كل المناطق دايما بالضبط عندهم اسئله، وكلينكس ما عندهم نفس البرودكتس ونفس البروسيجرز. بالضبط. فاحب اسمع اليوروبيان ستاندرد اند فيو بوينت على التجميل versus الامريكان. ترى مره مختلف، مرة وكمان مرة يعني مثلا الثريدز
impossible. حق الأمريكا school of America is so against threats, Europe is so pro threats. And I like how you brought up the whole topic, and you're meeting doctors زي أنا. I've noticed إنه كتير ناس كتير بيهتموا في هذا الموضوع. إنه ما عندهم a direct contact مع دكتور يسمعون كده live. فين كان لما تروح تقابلي دكتور في لوس أنجلوس؟ ما كان في هذه الفرصة إنك تسمعي واحد وأنت فتحتي جوالك يعني. صح 100%. بس اللي عم بتقولي كتير مزبوط. يعني مثلا دكتور كايو, إذا بتحكي مع دكتور كايو بأمريكا بيقلك ثريدز يعني أكتر شيء سيء فيك تعمل لوجهك, لأنه التشو بيخرب, وإذا يوم من الأيام بدك تعملي فيس ليفت يعني ما بقى بيزبط مثل قبل. ما يزبط لا, لانه التشو التشو اللي يعني انت عم بس تحط الثريدز التشو بتخرب. سو اذا بدك تشد الوجه بعدين, يعني اذا كنت بدك تعملي مثلا اللور فيس ليفت او شيء, it's not going to be the same. عشان هيك هن الدكاتره بامريكا ضد الثريدز. والثريدز صراحه يعني انا عملت ثريدز قبل, صراحة ما حسيت كتير في فرق. وما غالي على الفاضي, وأنا ما عم غالي يقولوا غالي, وما في تأثير غير 3 شهور يعني بالزبط. ما تسوى يعني. إيه ولعلمك ترى مو كل أحد ينفع له الآيز المسحوبة, يعني هذه اللي حقت بلا حديد آيز. ما تنفع على كل أحد, لازم يكون عندك عين نوع معين, يعني يمكن عين تطلع في العورد باني. 100% أنا عن جد تعلمته من كلمة, وأنت أكيد كمان ذات الشيء. بدك تروحي عند دكتور مختص انت اللي بدك تعملي. مثلا بدك تعملي ما بعرف فيس ليفت, في كذا حكيم هن اللي مختصين بهذا الشيء. بدك تعملي منخارك, بدك تروحي عند حدا منخص بالمنخار. صح, يعني ما فيك تروحي عند حكيم واحد لكل شيء. يعني انا من اسبوع ايمت دكتور لانج في مونبلييه في فرنسا, فيقول انا اعمل كثير اشياء بس انا قررت اني انا اتخصص في نوز جوبز, لانه انا هذا اللي انا شاطر فيه, and I want to be the best in it. دكتوره مريم زماني يسموها the eye doctor, عشانها شي تقول انها ممتازه من ناحيه اللي تشيل العين. يعني واحده من صحباتي هنا كانت بتقولي انها عملت العمليه هنا قعدت 3 شهور عينها يعني. فقلت لها كيف, قالت لي هذه احسن واحده هنا. قلت لها كيف احسن واحده, المفروض هذه تروحي بعد ما تخرجي منها تروحي تتغدي. في فيوريكي انه في اشخاص زي ما قلتي مختصين, يو هاف تو جو تو ذم, مش اي احد. في دكتور ما هو كمان نقطه ثانيه لو لاحظتي مريم, كثير ناس يفكروا لما يروحوا لدكتور تجميل حق ابر هو ديرماتولوجيست, وهذا غلط. الديرماتولوجيست مختلف تماما عن الدكتور اللي هو الكوزمتيك. مظبوط 100%. وشوفي حتى لو مثلا بتحكي مع دكتور سايمون, هو منه بورد سيرتيفايد ديرماتولوجيست باي ذا واي. لا هيز نوت, هو تجميل ابر. مظبوط. وبقول لك بس عنده لك, ما هو كمان فن يعني. في ناس عندهم الارت, كيف الرسم, كيف يرسم الوش. ايوه انا قبل يعني من زمان, من شي 5 سنين رحت لعنده على العياده وعمل لي فيلرز وعمل لي شفافه. بصراحة ما حدا عمل لي مثله. حلو ها؟ شاطر بشكل يعني دغري بتطلع. أنا قلت لهم أنا بس بدي شوي هون, شافني قال لي بدي أعمل لك شوي هون شوي هون, معلي بدقيقتين كان خالص. and it was perfectly symmetrical. يعني في ناس عندهم هيدي النظرة كمان, هي ما فيك تشتريها ولا معلم. الكونتورينج حق الوش أنا دائما أحس يبغاله an artist. هو كان يقول هو he's a sculptor, يعني يسوي sculptures. فأنا دائما أقول الناس اللي عندهم are good artists, good in with their hands. فأنا أنا دائما أشوف الwork حقه, يعني حتى الماشينز عنده كويسة. هو I think the machines he has are really good. ما عندنا ياهم هنا يعني, حسرة. أنا نفسي أجيب ماشين السيلولايت أحطه في بيتي هنا. أنا في 2 machines أبغى أجيبهم عندي في البيت, فيلا شيب وإيش اسمه ده, وهذا حق السيلولايت الجديد اللي نزل عنده. لأنه I swear to you, لو أنا على قد ما بدفع عليه, لو جبت صحباتي كلهم خلاص انا ادفع سعر الماشين في اقل فتره ممكنه يعني. برافو عليك يا عبد, لانه honestly it's so expensive. هنا الجلسات I don't know about Dubai, بس في السعوديه والكويت الجلسات مره غاليه. يعني it's like crazy, it's not sustainable to do يعني these machines دائما. فتلاقيني I always do it, بس انه
يا ريت يعملوها مور رياليستيك شويه. بس شوفي انت جربتي ال الليمفاتيك دراينج مساج بالايدين؟ I did. بس يعني كويس، بس انه I still need the machine on top. يعني جات فترة كثيرة تحسن، بس أنا يعني حسب بنوع بعد الولادة كثير تغير معايا السلولايت صراحة. ما أكثر فترة. أنت كمان؟ ما هو بعد الولادة دايما. أنا أول ولد I was okay، بس بفتكر لأنه كان عمري 27 وقتها. صغيرة. ايه كنت صغيرة، بس التاني ولد كان عمري 31. برضه صغيرة. لا you're young. أنا I got married، أنا تزوجت 32، فأول ولد I had him I was 35، وإن شاء الله أبقى أجيب تاني. فالحين قاعدة أقول لزوجي، أنا كنت أتريق على، كنت دائما أقول لصاحباتي تخيلوا إحنا نجيب عيال ونروح ديزني at 40 وعيالنا صغار. وفعلا أنا a lot of my friends تزوجوا في السعودية، تزوجنا متأخر. فأقول لهم we're gonna be the 40-year-old moms that go to Disney with the really young kids. شوفي على هيدا الموضوع، بفتكر بهيدا الموضوع كمان على الفورتيز في جاي تشينج كتير كبير. في كتير هلا مثلا ناس أصحابي اللي هن كانوا CEOs of big companies، كانوا very successful in their corporate jobs، قرروا انه يوقفوا ويعملوا ان كان كوتشينج ولا كونسلتينج ولا سوشيال ميديا. اند هيدي الايمج انه انت على الفورتي خلص صرت كبيره، ما بقى هيدي عم تتغير شوي شوي. بعد كثير تغيرت خلاص اصلا الحين. يصير يعني دحين مره قليل اللي حواليه اللي عم يتزوجوا 21 و19، انتهت هذه الايام. بس باي ذا واي ترى في السعوديه ايامي انا كانت كثير بيتزوجوا بعد المدرسه، بعد الجامعه على طول او ان كوليدج. بس اتغيرت بعدين. انا مثلا كنت a working woman، كنت اسافر كثير واروح واجي. دائما اقول كويس اني تزوجت على كبر، كنت اتطلقت. لانه honestly ما عشت. احس لما تزوجت I lived و I traveled all over the world. درست في بوسطن، رحت سويت ماجستير، اشتغلت في البحرين. ف I love the fact that I lived. عرفتي؟ فما كان عندي فومو لما I had احمد. You know 100%. لكن انا شوف انا جوازي كثير صغير، وتعرفت على جوازي كان عمري 21 سنه. صغيره. بس انا بهذا الموضوع، لكن في حدا مره قال لما شفت على السوشيال ميديا انه لا، يا عندك شخص حدك بيدعمك يا بلا. فاذا لازم يكون اضافه كويسه. ما ينفع رجال يعني. شوفي انا جايه من مجتمع محافظ. السعوديه is a very conservative country، وانا انسانه ليبراليه اظن جدا واضح يعني من انستغرامي من كله. صعب تلاقي شخص يشوفك يخليكي على راحتك، يخليكي على حريتك، الا تلاقي يقول لك ليش سويتي كذا، ليش ما ادري. فانا كنت كان مره صعب بالنسبه لي الاقي ذا الشخص. فلما لقيت ذا الشخص سبحان الله طلع كويتي. It took me time والحمد لله انه ام وجدا سعيده وكثير يدعمني في شغلي. انا عارفه انت نفس الشيء زوجك احس. يعني احس very supportive. كثير very very supportive. وصراحه وانا كنت كثير صغيره يعني. انت بس تجوزي انت اسم الله كنت واعيه يعني. نقيت الشخص. أيوه صح. على وعي. انا نقيت انه صراحه كان حظي حلو صراحه. أيوه بنتي احد صغير. أيوه. بهالعمر انا ما كنت قادره انه نقي شو المضبوط. وبعد ما بلشت شغل وقتها يعني كل أيه. يعني واكبني على كل المراحل بتاعتك على كل الزمانات. طب حلو. أيه بالعكس انت اوصل ناس فيها جمال. الاثنين فيهم جمال ترى. انا دائما اقول بس انا لو عندي بنت قبل 30 ما بنصحها تتجوز قبل صراحة. يعني شوف كثير ناس يقولوا هذه الجمله يعني. حتى لو يتزوجوا كثير بدري يقولوا اللي تزوجوا 18 و17 يقول لك مستحيل بعد الا بعد الجامعة على الأقل أو بعد ما تشتغل لأنه it's not easy. أيه. بعدين دي الأيام الحياة تغيرت. أحس أصعب إنك تتزوجي. أكيد. زي يمكن أيام. أكيد. أكيد. فحكيني فمن الدكاترة كل اللي قابلتيهم يعني حسيتي إنه صار عندك favorites من اللايفز من دون ما تقابليهم؟ عندي favorites. شوفي كفن وكإبداع دكتور كايو he is incredible. يعني أيه. ما بفتكر فيه حدا مثله بعد بالعالم يعني. بعد ما حدا وصل اللي فيه يعمله ما حدا وصل له بعد بالتكنيك اللي عملها كيف بيهتم يعني. انا I was his patient. كيف بيهتم، كيف هو obsessed with perfection. كيف هو انه بيقول لك انه يعني هو he's normalizing
بروسيجرز اللي هن قبل كانوا انه معقوله عملت الشيء انت عمرك 37 سنه، انه كيف بالعكس هيز نورماليزنج ليفتنجز ات ا يونجر ايج. بالعكس يعني الانسان يعني بفكر بطريقه كثير افانغارد، يعني بفتكر من هلا لخمس ست سنين اللي عم بيعمله حيصير كثير طبيعي، هلا هيدا الشيء اللي عم بيعمله بعده منه كثير عرفتي منه كثير كومن، ولانه كثير غالي مش أيوة. مش كل الناس قادره تعمله، بس هو حيغير بالطريقه اللي نحن بنطلع بالايجينج بروسس اذا بدك. انا بالنسبه هو شوفي لي اغلب الناس كثير يعني حتى في السعوديه بعد ما عملت اللايف معاه وبعدين شافوا اللايف حقك معاه كثير ناس شافوا اللايفين فيقول بس حقيقي سعره عالي، هذه عماره يعني هذا يعني مره غالي، يعني مره غالي، معقول هذا تجنن يعني الكومنتس حتى من حتى ناس تقدر تصرف هذا المبلغ تقول لك يعني هذا جنان في سويسرا احسن دكتور، اقول لهم هو هذا سعره تظني هذا حقيقي ولا هذا سعر العرب، اقول لهم لا اتوقع هذا سعره الاصلي. لا لا انا شوفي انا في كثير اصحابي مش عرب عملوا معه، بس هو كل عمليه يعني المينيموم هي مينيموم هي 7 ساعات مينيموم كثير يعني اذا بدك تعملي مثلا توتال فيس ليفت اتس لايك 12 ساعه، وبيعمل بس عمليتين بالاسبوع او 3 عمليات لانه منه قادر يوقف هالقد. هو حتى بحط مثل بروتكشن للباك تبعه لحتى ما يتوجع، لحتى يضله هيك لانه والله ايه 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 لا إيه بقى اكيد هو سعره عالي، بس اكيد هو حسب انت مثلا في ناس بتحط $50 على بيركن او انا $70 لا على لا انا بيركن. إيه انا ابدا عرفتي اخطر احطها على وعلى شيء جولري انا حسيت انه كنت كل سنين التعب اللي تعبتهم اجوا على الابر ابارت على وجهي، فحسيت انه لا انا مصريت بدي احطهم على حالي، بدي اكون مرتاحه بحالي ترى تو بقى. بي اونست تعرفي شوفي انا دائما اقول شيء، انا دائما اشوف الكبر في المراه كثير يبان عندها يا هنا في دي المنطقه في الثيرتيز تبدا تبان في الاند اوف ليت ثيرتيز وعند العين، اول شيئين تلاحظي لما طالع في صوتك زمان ودحين هما يا ذس اريا يا ذس اريا ذا ايز، ف يو رايت ما لها دخل بعمر يعني بعدين انا شفتي بشرته هو بشرته تجنن تلمع تلمع كذا هو عمره فوق ال 55. قولي والله انا فكرته في الثلاثينات الاربعينات اربعينات توقعت. لا 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 عنده ولاده بالجامعه و ما بعرف شو هو عامل بحاله، حتى ايديه يعني انت عاده فيك تشوفي كمان العمر بالايدين، صح كلكم اهتموا بايديكم كثير منيح لانه عاد انا ايديكم ايدي انا وانا عمري 15 I have all the hands I have very thin hands حتى الكريمات حتى الهيدا بقى عم تطلع بايديه، يعني كنت عم شوف ايديه ما شاء الله ما بعرف حلوة يمكن يده ها ما بعرف بس فظيع. لا بقى هو عن جد من العالم اللي تأثرت فيهم جدا، مش بس بطريقة شغله بس كمان هو قديش هو عنده هوس بالبرفكشن، مهووس يعني بصير مهووس فيكي انت كمريضته ايوه ما فيني خبرك بقى. هي فولوز اب شكله من نوع اللي يتصل ويفولوز اب وكذا حسيت لا 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 ما ما ما, ما انا بحياتي ما شفت هيك حكيم بقى. من هالناحية هو كتير اثر فيي، وصراحة بلشت البيج معه وساعدني كتير، عنده بيج اكسبوجر، عنده كتير علاقاته وساعدني كتير صراحة بهالناحية بقى، يعني ما فيني اشكره يعني. I سمعتي cannot هذا في دكتور جيسون دايموند ولا ما خطر جيسون عليك؟ دايموند بعد ما يعني بعد ما حكيت معه، بس هلا في كثير لطف سيلبرتيز عم بيروحوا لعندهم. يبغانا انا وانت نعمل لايف معه، يبغانا وي لا ابروش لازم ايه يلا لا لازم وانا وانت لازم اون ذا سيم ويف لينث. بس ايه بالضبط انا اي وونت يو تو انترفيو دكتور ويل كول، هي داز فانكشنال ميديسن I know لأنك أنت بتعملي a lot of things about mental health and all these things that internal medicine. It's a new way of دحين في أمريكا طالع هذا الشيء الجديد اللي هو اسمه functional medicine. أيوة. فأنا أول مرة أسمع فيه كان قريب فأحس إنه you really have to interview هذا الشخص لا لازم أي أكيد ودحين أكيد يقولوا في كل department في مستشفيات في أمريكا هيصير في functional medicine زي department. هذا الشيء ما كان موجود قبل مضبوط وإن شاء الله هنا في الخليج كمان لأنه صراحة الطب يعني
بدأ يتطور كل يوم، عرفتي؟ أنا حسب رجع بي الزمن وصرت دكتورة جلدية. وأنتي what would you have done differently؟ ولا برضو ماركتينج؟ أنا كتير حلو. أنا كنت كتير حب مثل. والله. كنت it was كنت شاطرة كتير بالتمثيل by the way بالمدرسة، بس أكيد أهلي يعني كانوا ضد الفكرة كليا. أهلك مستحيل ها؟ ايه مستحيل. كان انا بيي كان كتير محافظ، بعده كتير محافظ، وعائلتي يعني عائلة بيي كتير محافظين، وخصوصا لانه انا ماما كانت مانا لبنانية، فكان في دايما العيون علي اكتر، انه شو عم تعمل مريم، مين عم تظهر، انا عشان امها اجنبيه لازم انه نكون انه مور ستريكت اكثر يعني. بالضبط. على فكره هذا الشيء كمان اثر فيي. هلا انا اول مره بحكي بهذا الموضوع على فكره، قولي والله. انه لانه مامتي كان المصاحبة لها شيء طبيعي، كان انه البس قصير وبيكيني على البحر شيء طبيعي، انه ما كان في انه خلص في كان قصص اهم بالحياة، بس كان احنا كعرب في اخبار هي ما تأقلمت كثير بالكالتشر تبعون العرب، تكون كثير صريحة معك. عشان هيك عائلة بابا وقتها كانت انه شوي حريصة أكثر عليه، لأنه بتعرفي كنت أول طلعتي وصغيرة وبنت حلوة، وكانوا يعني بتعرفي how it is. ايوه لانه كمان يعني انا زيك يعني، انا مثلا انا ام ابويا السوريه ام بابا، بس برضه من عيله محافظه، فكثير ناس عندهم العقليه انه اللبنانيين كلهم منفتحين، وانا دائما اقول لا، حتى الشوام في ناس أيوة. محافظين، مو كل احد ليبرالي يعني. دائما في بالضبط. نظريه انه اهل لبنان كلهم ار ليبرال، لا، في ناس ليبرال في ناس محافظين. اوه لا ف ابدا. ايه انا عارفه، فعشان كده فهمتك، وبالذات لما تكون امك اجنبيه يعني. احنا في ايه السعوديه كان امها اجنبيه، تحسي الاب صار مور ستريكت، والاهل عشان بالضبط. اثبات انه ما له دخل انه هي الام اجنبيه، انه بالعكس احنا our daughter is even more by the book or conservative، صح you know what I mean. 100% ترى 100%. بالعكس يقولوا لك it's like كيف بتصير double edged sword، فهمتي قصدي؟ مظبوط مظبوط. يعني وامك حتى لسه عايشه ببيروت؟ لا انا اهلي هلا بجرمني، انه بابا البزنس تبعونه بالمانيا، وامي بتجي يعني بتروح بتجي، بس هلا الوضع هلا قلت لها خليك لحتى تاخذي الفاكسين بعدين كل حدث ترى حديث. انت عارفه انه انا زوجي اخته هي كويتيه متزوجه الماني. والله ايوه، فاخته از مايت تو ا جيرمان، وهذا مره يعني نادر في الكويت، وعايشه في دوسلدورف، هيز ا لوير، وعندها 3 كيدز وكل اسمائهم عربيه، زياد وقيس وعليا، وما شاء الله they are beautiful kids. ما شاء الله وتافي عندهم العرق العربي، بس سبحان الله الجيرمان كيف اقول لك way of discipline. يا اخي انا لما اطالع فيهم اقول يعني اقول لحمد احنا كيف نربي احمد كذا؟ عندهم اوقات معينه للدراسه واوقات معينه للايباد. And I love the German way في النظام. انت تحسي اخذتي هذا الشيء؟ بس انا قلبي ببيروت قلب لو شو بيروت. ما صار، وبعرف انه مامتي اذا سمعت هذا الشيء حتزعل، بس كتير بحب النظام الالماني، كتير بتفق معهم، بعرف طريقة تفكيرهم، انسان هيك يعني شعب تو ذا بوينت، يعني ما في To the point, clear. دوران وكلير وما، وانا في كتير انا في كتير هن اصحابي بسموني دويتش لانه انا دغري ما عندي هالمجامله كتير، لانه بحسها تضيع وقت. تضيع وقت. ايوه بس شوفي نحن يعني نحن كعرب انا بعتبر حالي عربيه اكثر من المانيه، عندنا هالطيبه، عندنا هال انه العيله هي اهم الوارمث. انا حتى عندي اصحابي، عندي اصحاب مهمين قد عائلتي، بقى هذا الشيء انا بفرحني. يعني انا اوكي اشتغلت كثير وتعبت والحمد لله، بس انه بعدين شو عندك بالحياه؟ اذا مرضتي، اذا صار لك شيء، مين بيقف حدك؟ عائلتك، اصحابك، الناس اللي بتحبيهم، شو بيبقى معك؟ القصص المنيحه اللي عملتيهم، العالم اللي بتتذكرك، كل هيدا المصاري والشغل اوكي حلو، بس انه منه كل شيء، ما هو كل شيء. بعدين دائما انا اقول الفلوس تروح وتجي، فاذا ما في يعني you can be up and down and one day كل شيء يروح. فالواحد دائما انا دائما كنت اقول يعني لازم يكون عندي استقلاليه ماليه. بعد ما رجعت من الجامعه انا يمكن كنت الوحيده يمكن من صفي كله اللي بدات اشتغل في البنك،
انت قدام رجلي بابا هذول عايشين برا وانا لسه قاعد تشغلني وبروح اسافر. اذا تصدقيني ندى هتشكريني في يوم من الايام لان I want you to work for it. ما كنت افهم هذه العقليه وعماتي كلهم كانوا يشتغلوا ايام الدنيا دنيا يعني. وهذا ترى للمراه السعوديه ما هو كامل. الان لما اطالع في شخصيتي انا فين الان مع حق واشتغلت في بنوك all my life which is a field ما توقعت يعني كنت finance ترى أنا investment banking 10 years. أي دائما أشكره على هذا إنه أداني this strength زي ما أنتي قلتي اشتغلتي وتعبتي بس دحين صرتي تقدري هذا التعب فين راح صار في مخك صار في تصرفاتك صار في عملك it all shows and I think أنا نفس الشيء this is why I'm happy with كيف أقول لك مع التعب ده كان في نتيجة. ايه اكيد اكيد انا ما بفتكر في تعب وما في نتيجه ما بفتكر ما بفتكر اكيد بدي تكوني تعمل النتورك تبعك وتكوني شاطره يعني انا في فتره بحياتي كنت بس تركز على شغلي ما ركز على يعني هيدي مثلا في هذا البارت من الالماني شوي انه كنت شوي انه ماني ابروتشبل ما كثير بحكي مع العالم كنت هيك بس شغلي بس هيدا ما بيقدر كمان انك تعملي علاقاتك بدك تعملي النتورك تبعك بدك تكوني شاطره مع التعامل مع العالم بدك تكون لسانك حلو مش انه تكوني يعني سوري بس تو كيس اس لا ايوه بدك تكوني انه بس بدك تكون عندك طريقه حكي مع العالم تو بي دبلوماتيك بقى انا بدا العالم انا لاحظت في ده العالم حق الانفلونسينج كثير في تراينج سو هارد مع اذر بيبل جست تو جيت ثينجز عند ذاك اليوم يعني أنا عشان أنا أصلاً ماني عايشة في دبي فأنا بين السعودية والكويت وأنا جداً بعيدة عن المجتمع فقعدت أقول you know what إذا ما جاني شيء on my merit ما هقعد يعني أجامل ناس وأخرج أغديهم وعشيهم وعيش الدور عشان بس إنه يعني يجيني شغل عن طريقهم فأوز like whatever يا يجيني شيء وبعدين سبحان الله شوفي مع الوقت قلت slowly but surely وجات من دون ما أحاول مع أي بني آدم وانا ماني جيعانه عرفتي فالنجات جات وانت نفس الشيء احس عشان كده انا لما شفتك في السوشيال ميديا اي فيل وي ار مور ريليتبل ما احسك انت انفلونسر احسك مور اوف ا بابليك فيجر ذات شيرز انفو اي دونت نو هاو تو ديسكرايب ذات وورد 100% اللي عم تقوليه على فكره عم تقوليه كثير مزبوط وانا اذا حدا قال لي يور ان انفلونسر اوكي مش انه اتس نوت منه شيء مش منيح بالعكس انه في انفلونسر بس يو فيل يو ار لوت مور ذان ذات يو ار لوت مور ذان ايه ايه بحس انه ايه عم اكتب بحياتي اللي ام مور براود اوف من هذا الشيء مثلا حدا يقول لي انتربرينور ام يو بيلدينج ا براند بنبسط يعني حتى لو بعده صغير منه هالقد هيدا بس الحمد لله رح يكبر ان شاء الله عرفتي سو اي اي ثينك اللي عم تقوليه 100% مزبوط وكمان يمكن إذا ما ركضت ورا العالم ما بتوصلي سريع قد العالم بس شوي شوي بتطلع مستقيتك وبتضلك طالع طلوع ما بتطلعي وبتطلعي بفتكر أنا هيدا أنا بأمن هيدا في 100% لأنه أنا هيك تعلمت بالكوربريت إنه أنت إذا ما كنت شاطرة وما شوي يعني مش ضروري تصيري سينيور براند مانجر لا بدي تكوني اول شيء اكزيكتيف بعدين مانجر بعدين سينيور براند مانجر مش انه دغري بتطلع لفوق ما عمرها تصير ايه ما عمرها تصير سو هذا الشيء بفتكر كمان خلاني شوي على الارض اكثر بعدين ما بحب اقول انه يي جايز صرني عم بشتغل على شيء جمعتين وما قادر انه عرفتي بكون شيء كثير عادي بالنسبه لي هن يمكن بالنسبه لهم انا ما بحب يعني كل واحد عنده بفكر بطريقه بس انه ما انه لايف تشينجينج ثينج اذا ما انه شيء لايف تشينجينج ما حاحكي عليه كانه اخترعت شيء بالعالم عرفت كيف؟ فتيل اس وات ار يور نيكست ستيبس فور ترو اند بيوند ايش الخطوات الجايه؟ اول شيء ان شاء الله بدنا نعمل مقابلات اكثر الويب سايت هلا طلعته بدنا نعمل كثير كثير قصص بدنا نعمل مقابلات بدنا نعمل فيديوز هلا دائما بقول لكل العالم انه الحلم تبعي اني اعمل ماي اون سكين كير براند اللي ان شاء الله يا رب بس بدي اعمله على الطريقه الالمانيه يعني الطريقه المضبوطه بدي احكي مع كل الاكسبيرتس اللي هن بدي يطلعوا لي ذا بيست برودكت بوسيبل ذات از افوردبل انا ما بدي اطلع شيء كثير غالي لا المفروض ايوه احسن عرفتي
سو هيدا هو my dream. بقى هيدا مش in the short term but in the long term. In the long term. إن شاء الله في كتير collaborations جاية. عم بحكي مع brands بعدهم ما فايتين بالميدل ايست بس بدهم يفوتوا من خلالي, اللي هو شرف كتير كبير لإلي. يعني في كتير قصص حتى مع skin care brands that are coming up. عن جد أنا يعني it's a very proud thing for me, بس إنه شوي شوي. طب ده amazing. والله شوفي يعني أنا دحين طبعا زي ما تعرف أنا I have my own business في السعودية, I'm in retail. أنا عندي محلات ملابس, فإن شاء الله the next step I'm hoping we can open in Riyadh as a full standalone. الصراحة شوية it's not a long term plan, بس it's also not now because you know with the corona, فخايفة شوية أفتح standalone. هذا step one, هذا وطبعا to the work I'm doing on social media will continue. بس أنا دحين فتحت podcast, أنا مقابلتنا هتروح على my podcast, بس لسه ما بدأت أسوق له لأني قاعدة أرتبه لسه. فكل my live interviews هتصير على البودكاست حقي ويوتيوب طبعا. بس طبعاً. اليوتيوب حاسة المشكلة the only thing I think I have an issue with YouTube is إنه مقابلاتي كلها ما هي عن بعد, فأحس بيوتيوب يبغى لها مقابلات عن قرب. بس what I would love is إن أنا وإنتي يكون عندنا a beauty a channel. لازم هيدي الفكرة, لازم نتقابل قريبا نتكلم في ده الموضوع. لازم حتى in the near future in the long term. حتى لو أنا مستعدة أجي نجي دبي نصور وأنا أمشي وأروح وأجي, بس إنه what I want to do is I found someone that's a like mind, we're very like minded. This live even وراني أكثر إنه عندنا تقارب. بالضبط. يعني من فترة كلموني قناة إنه على شيء على بيوتي. أنت قلتي جملة عجبني في الويب سايت حقك, it's not fluff. أنا مرة حبيت هذه الجملة لأنه كل الأشياء اللي عملوها في بيوتي it's so fluff, it's so morning, يعني it's so girly بزيادة وما في واقعية. أنا أحب the real deal. وألاحظ إنه يمكن الناس يتابعوكي ويتابعوني يمكن مو عشان شيء, عشان إحنا في الوجه. ونفسي يكون عندي زي الشو that's like an opera but it's about beauty and skin and beauty بالزبط. And like the aspects of women. مزبوط. وحتى نساعد عالم. يعني أنا كنت عم فكر إن نجيب ناس حتى مثلا عنده problem بالأكنة ومش قادر مثلا to finance it, نساعد العالم لحياة أحسن. We can get people that can actually find a solution. I would love to, بس يعني خلينا هذه نقعد فيها مزبوط مزبوط لازم بعمق. لازم لأنه أنا ما كنت بعملها لحالي, عرفتي, أبغى أحد يعني نفس ال بالضبط. وشوفي لما اليوم حطيت انا عندي الانونسمنت, شوفي عالم قالوا لي انه شو بحبها لندى, واكيد يعني بتحسي يور اودينس, يعني انا ماي اودينس, هن يور اودينس كمان, لانه لايك مايند بيبل. يعني عرفتي انه نفس ال بالضبط. ترى شوفي انا دائما اقول انا ما كان يهمني العدد. يعني انا كل ما انت عارفه ليش انا قافله الكومنتس, انه كل ما يزيدوا عندي المتابعين يجوني ناس غجر والله في غجر. يعني الناس ما تفهمي اصلا كيف دخلوا انستغرام اصلا, ليه تابعوني, يا يعلقني اتكلم والله ما اعرف, يا يعلقني انا بتكلم انجليزي ومو عاجبهم, يا they're sexual, يعني انت كيف دخلت صفحتي, من فين جيت ما ادري. يعني فعشان كده انا دائما اقول it's not about the number of followers, لان اصلا في النهايه الناس اللي بنقابلهم اذا ما في لغه ما حيتبسطوا على اللايف, إذا ما في أمور يعني طريقة حياة معينة أو تفكير معين هيشوفوني جدا ما أنف. ونفس الشيء معاكي. مزبوط. فأنا بالنسبة لي لو أنا عندي قولي 50,000 متابع لويل وبيتابعني بزمة وكفاية علي لأنه أنا I don't think أنا وإنتي صفحتنا is a mass page. بالزبط. إحنا مو mass accounts I think. وعشان كده دائما أحس نفس ال نفس الكراود 100% نفس الأصحاب. أي والله عن جد طلع مين كان عندنا مها ونات. إيه حبيبتي مها ونات ما أعرفها من السوشيال ميديا. نات أنا أعرفها عن طريق فريندز قبل ما أنا أصير في السوشيال ميديا. فيعني شوفي سبحان الله, شفت كيف حتى في كتير دكاترة بتقلك إنه السوشيال ميديا مهمة, بس الورد أوف ماوس بعدها من أهم يعني معرفتك بالعالم هي بعدك من أهم الأشياء. لأنه مثل ما قلت إنه في كتير ناس على السوشيال ميديا منن من ما بدك يعني يكونوا متابعين أصلاً, يعني إنه ما لا حيتسمعوا ولا حيستفيدوا ولا حيشتروا سكين كير. لا أنت ما تفيد يعني. والرجال ما يفيدوا بعد, يعني لما يكون عندك متابع مش يفيد, يفرض عليك كل يوم يعني
بسألك متزوجة متزوجة، ما تصور مع زوجي كل يوم، بس ماني بس يعني obviously I'm not interested، يعني خليك واقعي. فيعني you're right. فزي ما قلتي ف we need a channel that's not fluff, that's real, that's different. صح. And if I don't get it my way on a platform معروف، أنا أفضل أنا أبني. ليش لا؟ أنت كنتي marketing وأنا كنت investments، ليش لا؟ we raise the money and we had it. We do خلاص. it. خلاص done done. لا خلاص هنتكلم في ذا الموضوع أكتر. done. بقي 3 minutes على اللايف. بس إن أنا مرة بسطت فيك اليوم وما شبعت منك. أنا حاسة إن أنا بدي أقول لك ذات الشيء ما شبعت منك أبدا. أنا نفس الشيء. خلاص إن شاء الله بخليني أقدر أجيكي. عم نحكي. أنا أبغى أجيكي دبي، بس خلي المطار، خلي الكويت تفتح، الكورنتين والسعودية تفتح المطار، يعني الأمور شوية not easy، بس خلينا نشوف عن قريب for sure. إن شاء الله إن شاء الله. يلا take care and have a beautiful evening. You too. أنا اتبسطت. يلا take care. Bye bye bye. Bye. مرة اتبسطت في مقابلتي مع ميريام، إيش رأيكم؟ She's just so sweet. We have great ideas together, inshallah, gonna come up. وشوفكم على خير إن شاء الله اللايف الجاي. حقي مع مين؟ بكرة أقول لكم، لأنه اليوم صراحة الدفتر مو معايا جنبي عشان أقول لكم. تصبحوا على خير ومع السلامة. بعدين أحضروا اللايفات اللي هي بتعملها، لأنه عندها لايف جدا مفيدة. She has such good information and she's a really good source that talks about skincare and beauty. Anyways, yalla, take care ومع السلامة. Bye. سامحوني قفلت الكومنت، بس هقول لكم ليش قفلت الكومنت. لانه بتيجي كومنت جدا سيئه، مثلا زي ما انتم شايفين من اكونتس جدا غريبه، فوقفت اني انا اعمل ده الشيء كثير، لانه صراحه للاسف نوعيه المتابع احيانا تكون جدا بس كويسه. anyways يلا باي، تسلمي، love. كيف اقفل؟